اتكلمنا في اخر فيديو عن المبدا اللي هو السكوف سبستيتيوشن برينسيبل، وعرفناه بامثله. المره دي هنتكلم عن حرف الاي اللي هو انترفيس سيجريجيشن. سيجريجيشن معناها فصل، فصل يعني بفصل حاجه عن حاجه او بفصل كذا حاجه عن بعض. المهم مثلا زي اللي عندنا في الصوره ده، مثلا مثال انترفيس اسمه وركر، موظف عندنا في الشركه بيعمل الفانكشنز دي، بياخد بريك تيك بريك، بيكتب كود، دي فانكشن موجوده، كول تو كلاينت، اتند ميتنج، جيت بيت، تمام. عملنا انترفيس، حطينا فيه الميثود زي ما في الصوره كده. عايز اعمل كلاس اسمه مانجر، لان المانجر نوع من انواع الوركر شغال في الشركه برضو. هتقول لي ايه المشكله؟ المدير بيحضر اجتماعات مثلا، بياخد اجازه، بيتكلم مع العملاء، بياخد مرتبه، بس مش بيكتب كود، صح ولا غلط؟ تمام. فهتضطر تروح جوه الكلاس اللي اسمه مانجر اللي هو ده، وتعمل امبلمنت للداله اللي اسمها كود، في حين ان انت مش محتاجها اصلا. طبعا احنا عارفين ان الانترفيس لازم تعمل امبلمنتيشن لكل الدوال اللي جواه، اي كلاس عمل امبلمنت للانترفيس فلازم يعمل امبلمنتيشن لكل الدوال اللي جوه الانترفيس دي. فانت هتضطر انك تعمل امبلمنتيشن للداله اللي اسمها كود، رغم ان انت اصلا ايه مش محتاجها، واخد بالك؟ فانت كبرت دماغك بقى، قلت عادي هنمشي الموضوع وخلاص مش مشكله. طيب حبيت تعمل كلاس تاني اسمه ديفلوبر، دي امبلمنت الوركر ده، خلاص. هتقول لي والله الديفلوبر ده بيعمل ايه مثلا؟ تيك بريك، كود، بيحضر اجتماعات، جيت بيت، بس مش بيعمل كولينج تو كلاينت مثلا، فايه المشكله؟ هتعمل برضه، هتضطر تعمل امبلمنتيشن ومش هيكون اي ليه لازمه. بدات تلاحظ بقى ان المشكله ايه، بدات تكبر بقى، وتفهم ان انا بقى عندي انترفيس مليان ميثود، ومضطر كل ما اجي اعمل كلاس جديد اروح اعمل امبلمنتيشن لميثود ملهاش اي لازمه، وهتضاف ايه؟ تحصيل حاصل. طب حل المشكله دي ايه؟ قال لك حل المشكله ان انا اعمل سبليت او فصل سيجريجيشن للانترفيس بتاعي لانترفيس اصغر، وكل واحد منهم بيعمل فانكشناليتي او وظيفه محدده. فبدل ما يبقى عندي مكان عندي انترفيس واحد بس، نخليهم ثلاثه مثلا، وليكن ايه، وركر وكودر وكلاينت فيسر. حلو حلو كده، المشكله اتحلت، واقدر اعمل امبلمنتيشن في الكلاسز بتاعتي من غير ما اضطر ان انا اكتب كود انا مش محتاجه اصلا. تخيل يعني الكلاس بتاع الديفلوبر مثلا، هتعمل امبلمنت للوركر والكودر، ومالكش دعوه بالايه، بالكلاينت فيسر ده، المانجر مثلا مالكش دعوه بالكودر، بس هتشتغل مع الوركر والكلاينت فيسر، واخد بالك؟ فدي الفكره بتاعت المبدا الرابع بتاعنا، وان شاء الله هنكمل في الفيديوهات اللي جايه.